بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده شرح مبسط على ترجيعة الهواء من الهاند بريك الى الفرامل السيارة، على بلوف فرامل السيارة. والمفترض ان دي ملهاش علاقة، دي دورة فرامل ودي دورة فرامل، بس مختلطين ببعض. فيك زينا الفرملة، الهاند بريك دورة لوحديها غير البريك. دوت دلوقتي هو اللي انا فكيته، هو لي الفرامل نفسه اللي على الشمال، لي الفرامل اللي هو معدوسة الفرامل. المفروض ان هو ما يجيبش هوا، زي ما انتم شايفين اهوت بيجيب هوا. دلوقتي انا لما بفك الهاند بريك، بفتح الهاند بريك، بيجيب هوا معايا على طول هنا. المفروض ان الهاند بريك هي شغلتها لما تفتح العربية تشحن هوا، الكوز يفتح الفرامل، تقدر تتحرك بالعربية اللي هي الستوب، يشتغل معاك، يطفي لمبة الستوب تشتغل معاك، تطفي معاك، فالعربية تتحرك معاك. دي شغلة الهاند بريك، ان هي تضغط السوستة الداخلية في كوز الفرامل يفتح الفرامل الهاند بريك. المسمار دوت هو شغلته ان هو يقدر لو فكته للاخر بيشد السوستة الداخلية في الكوز، فيفك برضه فرامل الهاند بريك. دلوقتي عشان انا في الموقع، فالمضخة لازم تتحرك في اسرع وقت عشان ملزومه بشغل، فاحنا هنلغي اللايين الهاند بريك وفرامل الرجل، هنلغيهم ونحل المسمار الاخر. دوت البلف، لما الهاند بريك بيفك الهاند بريك بيرجع في البلف اللي انتوا شفتوه اللي جايب هوا، الفتحة اللي جايب هوا على البلف دوت، بيجيب هوا من الفلتر من تحت. وبلف البي اس متأثر برضو من الهوا اللي البلف دوت بيفتحوا عليه. الهواء طبعا بيرجع من اللي بتاع من الهاند بريك على اللي الفرامل، ومن اللي الفرامل على البلف دوت، ومن البلف دوت على البي اس. فالبلف دوت والبي اس الاثنين فاتحين هواء. فعشان تقدر تحل المشكله ديت، لو ما قدرتش تحدد الكوز بسرعه، فتفك اللايات اللي هي في اتجاه الشمال زي ما انتم شايفين دوت. دوت اللي الفرامل نفسه مع دوس الفرامل الرجل، فتفك تفك الهاند بريك وتشوف الكوز الهون اللي هيجيب معاك هوا، يكون هو دوت اللي فيه المشكلة. دلوقتي انا بقول للسواق اهوت يدوس فرامل رجل عشان يبقى الكلام اكيد على اللي انا فكيته، ان هو دوت اللي الفرامل بتاع الرجل. المفروض ان هو يطلع هوا مش ياخد هوا، زي ما انتم شايفين اهوت مع دوس الفرامل بيضغط هوا لبره. لما انا هو بيفك الهاند بريك، الهواء بيرجع من